تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صباحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم، مداخلاتكم، أي اقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا. وقبل ما أذكركم بأرقام التواصل ويانا، أرحب فريق العمل وياي اليوم: في الإعداد حزني البناونة، في التنسيق نجاة السويدي، في الإخراج عيسى سبيل، محدثتكم دكتورة عاشة البسطي. اليوم الجو طبعا جدا جميل حلو، أتمنى لكم يوم سعيد، اللي مداوم بالتوفيق إن شاء الله، بعد الدوام إن شاء الله استمتع بهالجو، وحتى خلال الدوام، واللي دوامه مساء أو إجازة استمتعوا بالجو. صراحة الجو جدا جميل اليوم بعد الحرة اللي كان البارحة. بس نصيحة اللي عندهم يعني شوي الجو فيه قبار شوية، فاللي عندهم ربو أو عندهم تحسس من أي شيء، حاولوا أنكم تأخذون أدويتكم أساس ما يزيد عليكم خلال هالجو وخلال هالأجواء اللي معينة اللي تمر علينا خلال هالفترة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. الرد المواضيعنا اللي عودناكم عليها، عندنا فقراتنا المتنوعة، فقرات صحية وطبية مثل ما قلت لكم تهمكم وتفيدكم. موضوعنا الأول اللي هو الموضوع التغذوي. اليوم بنتكلم عن واحد من المعادن المهمة للجسم، مهم لكل الأعمار ولكل السنين. في أعمار معينة نحن نركز أنهم يأخذونه، ويأخذونه بكميات منتظمة لصحة العظام ولصحة الجسم عموما. أكيد عرفتوا المعدن اللي بنتكلم عنه اليوم اللي هو الكالسيوم. الكالسيوم معدن مهم للجسم، يحتاج كل واحد فينا، نقدر ناخذه من طرق غذائية كثيرة موجودة، وهي طبعا نحن نفضلها عن الاستبدال بالأشياء الثانية اللي هي الطبية أو المكملات الطبية. بس طبعا أكيد المكملات الطبية مرات الواحد يحتاجها، فنبغي نتعرف أكثر على أهمية هذا المعدن اللي هو الكالسيوم، ونبغي نتعرف أكثر بخصوص الأشياء التغذوية اللي تحتوي على هذا المعدن. اليوم إن شاء الله بتكون ويانا الأستاذ الشيخ السويدي، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، وبتكلمنا عن أهمية الكالسيوم ومصادره الغذائية. صبحت الله بالخير شيخة. صبحت الله بالنور والسرور دكتورة. هلا حبيبتي. شيخة، بالنسبة للكالسيوم كلنا عارفين أهمية هذا المعدن لكل مثل كل الأعمار وكل الفئات، فحابين تتكلمين أكثر عن أهمية هذا الكالسيوم وكذلك عن مصادره الغذائية. صحيح، أغلب الناس تربط الكالسيوم بصحة العظام، هالشي صحيح، لكن يحطون في بالهم أنهم يحتاجونه في مرحلة معينة، مثلا للأطفال وكبار السن، وهالشيء طبعا غير صحيح. نحن في حاجة للكالسيوم من الولادة وحتى سن الشيخوخة، لأن الإنسان كل ما يتقدم في السن يكون بحاجة للكالسيوم أكثر. طبعا مثل ما قلنا، الأطفال الرضع بحاجة للكالسيوم لبناء العظام والنمو السليم للأسنان، وفي مرحلة المراهقة أيضا الجسم يكون بحاجة للكالسيوم لتقوية نمو العظام، وعند التقدم في السن مثل ما نعرف تصبح العظام هشة وضعيفة، مما يتطلب كمية أكبر من الكالسيوم. الكالسيوم يشكل حوالي 2% من وزن الجسم، ويتواجد طبعا بصورة كبيرة في العظام والأسنان، وأيضا يوجد في الدورة الدموية. الكالسيوم له دور فعال في تنظيم مستويات ضغط الدم، أيوة، وخاصة عندما تكون مرتفعة، فهو يعمل على خفض مستوى ضغط الدم وإعادته لمستوى الطبيعي. ومثل ما ذكرنا طبعا أول شيء أنه له دور مهم في عملية نمو جسم الإنسان وفي بناء العظم والأسنان، فهو يعمل على تكثيف العظام وتقويتها. وللكالسيوم أيضا أهمية في معادلة نسب الحموضة داخل الفم، مما يقي من أمراض مختلفة للفم. كيف مثلا نقول أن الحموضة زايدة في الفم، أو شو سبب أن ممكن الحموضة تزيد في الفم؟
في ناس يعني يتناولون المشروبات الغازية بشكل مفرط، فالواحد يحاول يعادل مثلا يشرب منتجات الألبان أو يعادل، خلنا نقول عشان يحافظ على صحة الفم يحاول يزيد منتجات الألبان ويخفض استهلاكه من المشروبات الغازية. أيوة. أيضا في كثير من الدراسات تشير أن تناول الكالسيوم كميات مناسبة يساعد في حرق الدهون الضارة وخفضها المستويات الطبيعية والحفاظ على جسم على وزن مثالي. ممتاز. للكالسيوم، لنقص الكالسيوم طبعا أعراض، منها بما أن العلاقة مباشرة للعظام فممكن يكون تأخر في النمو للأطفال، هذا تأخر في النمو وتلين في العظام، هذا التلين نسميه بالكساح اللي هو تلين نمو العظام. وأيضا للأطفال. للأطفال هي الكساح يصيب الأطفال، وأيضا صعوبة في المشي أيوة. وعدم القدرة. ألو ألو أيس شيخة أسمعك. إنزين. ومن الأعراض بعد صعوبة في المشي وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة بشكل طبيعي بسبب الآلام المتكررة في العظام، هذا طبعا لكل يعني الفئات العمرية. ممتاز. وأيضا ممكن يمكن هذا النقص يسبب الكسور في العظام لأنه تصبح هشة ورقيقة، وبتكون يعني دائما الشخص من يطيح حتى لو طيحة بسيطة، عشان يفرقون المستمعين بين يعني بين الكسور اللي ناشئ من نقص الكالسيوم والكسور العادية، أن شيء بسيط على طول، شيء بسيط هي نعم، على طول لأن استوت العظم يكون للكسور. هش وضعيف. صحيح. وأيضا الأظافر تكون هشة وضعيفة وتتأثر بسهولة، وأيضا العضلات ممكن يصيبها تشنجات بسبب نقص الكالسيوم وتكون بطريقة آلام. صح آلام. وخلنا نتكلم عن مصادر الكالسيوم. أغلب الناس يربط الكالسيوم بعد بمنتجات الحليب، صح، وهذا صحيح المعظم. لأنه يحتوي نسبة كبيرة على الكالسيوم. يعني الواحد إذا خذ 3 أكواب من منتجات الحليب مثل اللبن أو الروب يكون غطى احتياجه كامل من الكالسيوم لليوم. لليوم كامل. نعم. أيوة. وفي منتجات حيوانية أيضا فيها كالسيوم مثل السلمون والسردين، أسماك أيوة. السلمون والسردين والفاصوليا والعدس عندنا بعد غني بالكالسيوم، والخضروات الورقية مثل السبانخ، الفلفل الأحمر، عفوا مش خضروات ورقية، الورقية مثل القرنبيط، الملفوف، السبانخ، وأيضا عندنا الفلفل الأحمر غني بالكالسيوم. ممتاز. اللوز أو مثل ما نسميه البيزام أي. من المكسرات اللي تحتوي على أعلى نسبة من الكالسيوم. عندنا بعد الفواكه المجففة وأخص تين المجفف عالي جدا بالكالسيوم، خلينا نقول مثال 5 حبات تساوي مثلا 240 ملي جرام، يعادل تقريبا 25% من احتياجنا للكالسيوم في اليوم اللي هي الـ5 حبات من التين من التين المجفف. المجفف. نعم. ممتاز. يعني الواحد يقدر يشكل، ما يعتمد على بس أكيد المنتجات يعني الألبان في أن يلقى الكالسيوم منها. صحيح أكيد. شيخ، وأيضا عندنا السمسم. السمسم يحتوي على الكالسيوم كذلك. أيوة عالي جدا بالكالسيوم السمسم، لأن في ناس وايد بيقولوا لك مثلا نحن ما نغطي احتياجنا من الكالسيوم لأن أصلا ما نشرب حليب، ما نحب الحليب، أو في ناس ما تتحمل الحليب، صح، في وكو عندهم بدائل زايدة. حساسية من الحليب. حساسية هي اللاكتوز سكر الحليب، ففي بدائل وايد عندنا بعد الحين، كل أنواع الحليب موجودة، حليب اللوز، حليب جوز الهند، حليب الصويا، أنواع جدا متوفرة يعني في السوق، حتى الواحد ممكن يسويها في البيت. يعني أنواع هالحليب شيخة تكون محتوية بعد كذلك على الكالسيوم؟ نعم، تكون أيضا عالية بالكالسيوم. لأن حتى في أشخاص وايد وتكون عندهم حساسية أصلا من الحليب، يعني خاصة الحليب البقري، ف يعني لقوا. وشكرا أنك أنت طرحتي أشياء متنوعة اللي هي تحتوي على الكالسيوم، يمكن ما تخطر على بال الواحد أنها تحتوي عليه. صحيح. كلمة أخيرة توجهينها شيخة للمستمعين. الواحد الشخص المفروض يحاول يغطي احتياجه من الكالسيوم من جميع المنتجات أو جميع العناصر الغذائية، مو بشرط نقول مثلا نحن ما نحب منتجات الألبان أو ما نشرب الحليب، هو أكثر شيء نسمعه يعني الشائع نحن ما نشرب الحليب. صح، هو صح الحليب عالي جدا بالكالسيوم، لكن في منتجات ثانية ومثل ما قلنا 2 لـ3 أكواب ممكن يغطي احتياجه كامل للكالسيوم، اللي هم من منتجات الألبان، 2 لـ3 أكواب
دائما ناخذها قاعده خلال اليوم ناخذ او نشرب كوبين لثلاث اكواب من مجموعه الالبان الروب او اللبن او الحليب. ويقدر ينوع يعني مو بشرط أنه بس حليب كوبين في اليوم. أكيد يقدر ينوع. أكيد لا مو كوبين حليب طبعا، مثلا كوب لبن كوب حليب كوب روب أو مثل ما ذكرنا من الأشياء المصادر الغذائية الثانية. الأستاذة شيخة السويدي أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك شيخة. حياكم الله. الله يحييك. مثل ما طرقنا الموضوع أعزائنا المستمعين، الكالسيوم له دور كبير مو بس للعظم، للجسم عموما، الأظافر، الأسنان، حتى النمو الأطفال. وذكرتنا الأستاذة شيخة مصادر كثيرة، حتى اللي عنده صعوبة أو عنده حساسية من الألبان أو الحليب يقدر يتجه أو يركز على الأشياء الثانية اللي هي بتساعده أنه يحصل هذا المصدر بطريقة سهلة. بس في ناس بعد معينة تحتاج أن نعطيها إياه كمكمل غذائي، بس نفس ما قلت لكم كل ما يعني خذناه من طرق طبيعية كان وايد أحسن، خاصة لأجسامنا. مستمعينا الأعزاء طالعين فاصل ورادي لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. موضوعنا الثاني اليوم في حلقتنا موضوع مهم اللي هو الوعي، نشر الوعي والوقاية في نفس الوقت بالنسبة للمجتمع. طبعا نحن كنا عارفين الوقاية خير من العلاج تقريبا كل الأشياء في حياتنا، فما بالكم بصحتنا. تلعب المراكز الصحية عندنا دور كبير من ناحية الدور الوقائي اللي تقوم بها المراكز. المراكز ميزتها أنها متمركزة في تقريبا جميع مناطق دبي، سهولة الوصول إليها خاصة للناس اللي ساكنين بقرب هالمراكز الصحية. المراكز الصحية لها دور كبير في نشر الوعي، في حتى الحفاظ على الصحة، في الفحوصات الدورية، في الكشف عن الأمراض، أشياء وايد تقدمها هاي المراكز، وخاصة أطباء الأسرة اللي موجود في هالمراكز. النقطة الثانية، في مراكز معينة تعمل مدة 24 ساعة لضمان استمرارية هذه الخدمات، اللي هي مركز البرشة في بر دبي ومركز ند الحمر الصحي اللي هو تابع للديرة. المراكز الصحية لها دور كبير في نفس ما قلت لكم نشر الوعي، الثقافة الصحية، والتثقيف الصحي بين كل أفراد المجتمع. هذا كله ليش؟ للوقاية من الأمراض وتفادي مضاعفاتها السلبية، إضافة إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى في كل الفئات العمرية. للحديث عن الدور الوقائي والخدمات اللي تقدمها هذه المراكز، يسرنا اليوم إن شاء الله يكون ويانا عبر الهاتف الدكتور مازن الشرايري، أخصائي طب الأسرة مركز البرشة الصحي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير دكتور عائشة، الله يسعدك، يسعد الصباح الحلو، صباح دبي اليوم مع الشتاء والمطر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دكتور مازن، كنا عارفين بدور المراكز الصحية، دورها جدا كبير، وميزتها أنها منتشرة في معظم مناطق دبي، وفي مراكز معينة تشتغل لمدة 24 ساعة أساس استمرارية هذه الخدمات. ممكن تحدثنا عن الخدمات اللي تقدمها مراكز الرعاية الصحية لأفراد المجتمع بشكل عام؟ حقيقة أنت تعرف عائشة أنه المراكز الصحية الأولية هي صمام الأمان للسلامة والوقاية من كل الأمراض. إحنا هون بنقدم خدمات في جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية في إمارة دبي، متعلقة بصحة الفم والأسنان وطب العائلة والفحوصات ما قبل الزواج ومتابعة الحوامل، وعندنا عيادات هشاشة العظام، وعندنا أمراض السكر، وعيادات الصداع، وعيادات التغذية والخدمات الوقائية، وعندنا عيادات المسافرين والزيارات المنزلية لكبار السن، وعندنا كمان عيادات طب العيون والعظام والأنف والأذن والحنجرة، وخدمات صحة الطفل بما تشمله كمان التطعيمات. فإذا بتلاحظي عندنا يعني تشمل جميع العيادات المهمة جدا متوفرة في المراكز الصحية الشاملة مثل ند الحمر والبرشة، وكذلك المراكز الرعاية الثانية بعد يعني متوفرة. بس هي لأن المراكز الصحية مثل برشة وند الحمر تعتبر من أكبر المراكز، وفيها تقريبا جميع التخصصات. نعم نعم،
وكمان تنسي يعني كمان في عندنا فحوصات مبكرة للأمراض الوراثية، وعندنا أيوة. كمان فينا نتكلم عن عيادات الإقلاع عن التدخين، وعندنا خدمات فحص الأجهزة بجهاز الماموغرام، الكشف المبكر عن سرطان الثدي. فتشوفي إنه كل شيء موجود في العيادات إن شاء الله، كل شيء متوفر لخدمة المريض. الحمد لله. أشياء وايدة ذكرتها دكتور، اللي هي منها فحص الماموغرام، صحة الطفل، الأشياء الوقائية. هل له دور كبير بخصوص التثقيف والوعي ونشره بين أفراد المجتمع. ونفس ما قلنا، اللي يغطي هذه العيادات اللي هو طبيب الأسرة، فشو هو دور طبيب الأسرة وأهميته في نشر الوعي والتثقيف الصحي لدى أفراد المجتمع؟ أنت تعرفي دكتور أنه يعني مقدمة نجاح المراكز الصحية الأولية بدبي بيعود إلى اقترابها وتواصلها الدائم مع المجتمع المحيط بها. علينا دور مهم جدا بالتثقيف الصحي. هو طبعا زي ما احنا بنعرف شو التثقيف الصحي، هو عملية إعلان وحث الناس على تبني نمط حياة وممارسات صحية دائمة من تقوم على تغيير وجهات الناس والمجتمع وسلوكهم ونمط الحياة كله مشان تحسين المستوى الصحي من خلال إعطاء المريض وقت كافي للتثقيف الصحي. طبعا بيقوم التثقيف الصحي على أساس أهداف رئيسية، هي زي ما نعرف احنا كلياتنا اكتساب المعلومات الصحية، حث الناس على تغيير المفاهيم الصحية الخاطئة، صح، توجيه المجتمع لاتباع السلوك الصحي السليم. كيف؟ من خلال محاضرات توعوية سواء داخل المركز أو خارجه، ومن خلال الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة. ويعني وأحبر مثال ذلك برنامجكم هذا اللي هو يعني هدفه الرئيسي ونشر التثقيف الصحي لدى أفراد المجتمع. صح. ولا تنسي كمان إحنا عندنا فحوصات دورية سنوية بتساهم في تقليل المخاطر الصحية. يعني إحنا في المراكز الصحية بنساهم في الكشف المبكر وتقليل أخطار الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع الضغط، أمراض القلب، حتى السرطانات. كل هذا من خلال إيش؟ من خلال تقديم الفحوصات الدورية للأشخاص اللي بلغت أعمارهم فوق 18 سنة. لذلك إحنا كمان جزء من التثقيف الصحي من حث أفراد المجتمع على أنه يقوموا بعمل هذه الفحوصات بعد سن 18. اللي هو الفحص الدوري الشامل. نعم هو جزء من ثقافة التثقيف الصحي، الكشف المبكر عن الأمراض. فأنت لما بتشجع الناس أنه يعملوا الفحوصات الدورية السنوية من بعد سن 18، أنت ساهمتي في تقليل المخاطر الصحية على الشخص، وهذا كله من خلال التثقيف الصحي. طبعا لا تنسي كمان انه احنا في عندنا لجان مجتمعيه بكافه الحياه السكنيه بتستمع، احنا بنستمع الى ارائهم ومقترحاتهم حول آلية تطوير خدمات. طبعا هي بتتكون من مواطنين ومواطنات وبتجتمع كل 3 أشهر، وهي أيوة. يعني هاي اللجان الفرعيه بتودي مقترحاتها على لجان مركزيه على مستوى الهيئه، بتتلقى جميع الافكار والاقتراحات المرسلة من قبل اللجان لدراستها واتخاذ القرار المناسب لها. يعني يعتبر إشراك المجتمع المحلي دكتور عائشة خطوة رائدة لتحسين وتطوير الخدمات اللي منقدمها في هيئة الصحة بدبي، وبالتالي سعادة المتعاملين وتسهيل رحلاتهم العلاجية. الحمد لله، ممتاز. هالشيء له دور كبير يعني في سعادة أي متعامل. دكتور مازن، بما أننا تحدثنا عن الإمكانيات اللي موجودة عندنا في المراكز الصحية، شو هي الكفاءات الطبية اللي تتمتع بها هذه المراكز الصحية؟ دكتور عايشة، أنت بتعرفي إحنا منطبق أعلى معايير وبروتوكولات والممارسات العالمية، الحمد لله، من خلال كوادر طبية وتمريضية عالية المستوى مؤهلة ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية الأولية. هذا إشي مهم جدا. كمان شو يعني في شغلات مهمة جدا، هي كمان إحنا من خلال حصولنا على الاعتمادات الدولية وفق المنظومة من العناية المتكاملة والشاملة والمستوى العالمي والعالي للتجهيزات الطبية ونوعية الأدوية ومدى توافر الوسائل الذكية المستخدمة للتواصل بين المرضى والمراكز الصحية، واعتماد الملف الإلكتروني زي ما بتعرفي أنت مثل نظام سلامة، الحمد لله، هذا النظام الأول حقيقة على مستوى المنطقة. كل هذا رفع من الكفاءات الطبية اللي بتتمتع بها المراكز الصحية الأولية. الحمد لله.
دكتور مازن، طبعا وجود المراكز الصحية لا يلغي دور المستشفيات والتخصصات اللي موجودة في المستشفيات، فشو الحالات اللي يتم تحويلها للمستشفيات عندنا؟ دكتور الكافي، خلينا نحكي احنا من خلال مركزين اللي هم البرشة ولد الحمام اللي هم بيشتغلوا على مدار ال 24 ساعة. أيوة. وبعدين نتحدث عن المراكز الثانية. انت بتعرف انه احنا في مركز البرشة ولد الحمام خصصنا من الحالات الطارئة المحولة على الأقسام الطوارئ في المستشفيات الرئيسية وخاصة مستشفى راشد، وصلت إلى حالتين فقط من كل 1000 حالة كان تراجعهم بالسابق. يعني خففنا عنهم بتحويل أي حالة سابقا كانت أي حالة تروح حالها على المستشفيات، فخففنا ضغط كبير حقيقة. إحنا مستقبل الحالات الطارئة البسيطة والمتوسطة بس، طبعا أنت بتعرفي الحكي هذا. إيه. بس متى دكتور نحوله للمستشفى؟ يعني بالعموما يعني شو الحالات اللي نحولها للمستشفى أول ما ينا؟ يعني المريض إذا بيروح بيروح المستشفى على الطوارئ، بس إذا يانا في حالات معينة نحن عصاصا نحولها للمستشفيات، فشو هي الحالات اللي تستدعي أني أحولها للمستشفى؟ إحنا زي ما حكينا إنه الحالات الطارئة الشديدة ما نستقبلها، هاي لازم يعني تكون للطوارئ حفاظا على الوقت وعلى حياة المريض، هذول لازم يروح مباشرة مثل الإصابات القلبية الشديدة، الحالات تطلب تداخل مباشر. لكن أحيانا المريض بيجي عندنا بنفحصه، يكون إنه بيستدعي طبيب أخصائي لعمل فحوصات متقدمة أو لأخذ الرأي في الحالة، أو هناك يعني قد يكون محتاج إلى تداخل جراحي مستقبلي، أو في عندنا أمراض تتطلب إنه يكون في عناية ثانوية يعني وليست أولية. مثلا بيجي عندنا أحيانا مريض في حالات متقدمة من السكري أو شيء، من حوله مثلا من حوله على مراكز مركز دبي السكري أو في مستشفى دبي أو في مستشفى راشد. أحيانا تيجي حالات جلدية تتطلب معالجات جلدية متقدمة، مثلا بتم تحويلها إلى مركز دبي الجلدية. أيوة. في حالات مثلا في طب العيون تحتاج إلى تداخل جراحي مثل أمراض الجلوكوما كذا شيء، فهي بعد ما يكتشفها الطبيب اللي في المركز، لأنه قلت لك إنه إحنا صمام الأمان لسلامة ووقاية المجتمع. صح، بداية أي شيء. حالة بدها تستدعي رأي ثاني أو فحوصات متقدمة مش متوفرة عندنا، مش فحوصات مختبرية سي تي سكان إم آر آي، الفحوصات الأشعاعية المتقدمة أو أخذ رأي أخصائي أو استشاري بحالة معينة، هون بيتم التحويل. طبعا احنا لا يتم التحويل بناء على طلب المريض الا اذا كان هو الحاله تستدعي ذلك. احنا التقييم الاول بيكون لنا وبنشوف هل هاي الحاله عندنا لها علاج او يستطيع طبيب العائله والذي هو اخصائي طبعا وليس طبيب عام، هل يستطيع ان يحل هذه المشكله او انه تحتاج الى مركز متقدم ثاني، هون بيتم التحويل. ايوه. عموما يعني هي معظم الامراض اللي بيتم تحويلها هي اللي حقيقه تتطلب التحويل أو الرأي الثاني، فحوصات ثانية متقدمة وتحتاج غير متوفرة. موضوعنا صراحة دكتور مازن كبير وممتع، وثاني شيء ناس كثيرة تبغى تتعرف أكثر عن هذا الدور الكبير، إن شاء الله بنتحدث فيه أكثر وأكثر في الحلقات القادمة. نشكرك دكتور مازن على مشاركتنا اليوم في البرنامج. دكتور مازن شرايري، أخصائي طب الأسرة بمركز البرشة الصحي، شكرا لك. شكرا لك ويعطيك الف عافيه دكتور عايش. الله يعافيك دكتور. مستمعينا الاعزاء، مثل ما ذكر دكتور مازن لنا، الدور الوقائي جدا كبير في المراكز الصحيه، وطبعا هذا دور مهم لصحه المجتمع، لان مرات الواحد ما في امراض معينه ما تكون ظاهره او الواحد ما يحس فيها، بس مع الفحوصات الدوريه الواحد يتعرف عليها في بدايه احسن. نطالعين فاصل ان شاء الله ورادي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل ويانا 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله، أي استفسارات اقتراحات مداخلات حياكم الله. نفس ما تعرفون عندنا تخصصات كثيرة في الطب، في تخصصات معينة يكون لها أثر كبير، تخصصات تعتبر حساسة يمكن التركيز عليها مو بكثير، بس الحين في تخصصات معينة عليها التركيز كبير لأن دورها كبير لكل فئات المجتمع. اليوم تخصصنا اللي بنتكلم عنه اللي هو الأمراض النفسية.
يعد قسم الأمراض النفسية بمستشفى راشد أحد الأقسام التخصصية المتميزة اللي تقدم خدماتها المتعددة لأفراد المجتمع المحلي، بما في ذلك نشر الوعي والتثقيف الصحي حول الأمراض النفسية والطرق الوقاية منها والأساليب المتنوعة لتجاوز المضاعفات السلبية لأي مرض نفسي. للحديث عن قسم الطب النفسي بمستشفى راشد والخدمات اللي يقدمها لأفراد المجتمع المحلي، يسرنا اليوم يكون ويانا الدكتورة خولة أحمد المير، استشاري الأمراض النفسية بمستشفى راشد. صبحك الله بالخير دكتورة. هلا صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا. هلا دكتورة. الله يعافيك دكتورة. كلنا عارفين أهمية الطب النفسي، يعني له أهمية كبيرة لكل فئات المجتمع، وسواء للمرض وحتى للوقاية والتثقيف من الأمراض النفسية اللي بيتعرض لها الشخص. ممكن تعطينا فكرة عامة عن القسم والخدمات اللي يقدمها للمرضى والمراجعين بشكل عام؟ هو يقدم قسم الأمراض النفسية بمستشفى راشد خدمات تشخيصية وعلاجية في نفس الوقت لكافة أفراد المجتمع من كافة الأعمار، الأطفال، البالغين والكبار السن، من خلال دخول الأقسام الداخلية أو المراجعة في العيادات الخارجية. وعندنا بعد خدمة متميزة هي فريق قسم الخدمة الرعاية النفسية المجتمعية، اللي يقوم الفريق بإعطاء الدواء والرعاية النفسية والاجتماعية للمرضى اللي يعانون من أمراض نفسية مزمنة في البيوت. وتكون كزيارات منزلية دكتورة؟ كزيارات منزلية. ممكن تشرحينا أكثر عن هذه الزيارات المنزلية، أو لأي حالات معينة تنعطى هذه الزيارات المنزلية أو الخدمة المجتمعية للطب النفسي؟ عندنا في قسم الأمراض النفسية مجموعة من الأمراض المزمنة اللي المرضى مو مقتنعين يأخذون أدوية، وهذه يعني يؤدي أنهم حالتهم تنتكس ويدخلون المستشفى. أيوة. فتتعرقل حياتهم، وفي نفس الوقت يصير تكلفة على المستشفى. أكيد. تكرار دخول المرضى للقسم يعني تعطل حياة المريض، في نفس الوقت تكلف على المستشفى. وحتى التأثير على العائلة نفسها. أكيد. فقام المستشفى بعمل فريق هاي الخدمة المجتمعية المنزلية. ممتاز. تكون من أطباء وممرضين وأخصائية اجتماعية يروحون للمريض للبيت يعطون الدواء، بالإضافة للإرشادات الأسرية والاجتماعية وكمان جميع النواحي يعني للمريض عشان يقلل من الانتكاسة. دكتورة، كم عدد الزيارات اللي نفذها القسم خلال العام الماضي؟ العام الماضي كان عندنا حوالي 1064 زيارة. ما شاء الله، عدد كبير. مريض. عدد كبير، مجهود وعد كبير، تشكرون عليه صراحة. الله يسلمك. وهالسنة لحد الآن 261 زيارة خلال 4 شهور. 261. أيوة. زيارة. وعندنا حاليا 99 مريض. الله يعطيكم العافية صراحة، مجهود تشكرون عليه، لأن أنكم توصلون للمريض لين عنده، ما تنتظرون المريض أيكم وتكون يعني حال تتفاقمت أو أن ابتدت عند الأعراض السلبية واضحة. حتى يعني من وجهة نظري الأهل يحسون باطمئنان أن في تواصل مستمر. صار دعم للأهالي. الأهالي قبل كانوا يعانون، المريض عندهم ما يطيع يأخذ الدواء، يعانون معاه انه يعني عصبي، انه يمكن يؤذي نفسه، يؤذي حوالينه، ما يروح شغله، ما يؤدي دوره في المجتمع. فهالخدمه وايد سهلت على حياه وايد ناس. اكيد تشكرون عليها يعني صراحه. الحمد لله الخدمه وايد ناجحه. الحمد لله صراحة، لأن يعني ما بتأخر بهاي الخدمة يعني ما شاء الله دور كبير، لأن أنت ما تأثر بس على المريض اللي يأخذ الدواء، أنت تأثر على الأسرة، على المجتمع، على الجميع اللي حوالين المريض، وأهم شيء على صحة المريض وسلامته. هذا هو الأول والأخير. الحمد لله. الحمد لله. في عندنا مرضى الحمد لله، يعني إحنا دائما نقول في مرضى كان يعني سبحان الله كان الأهالي ينظروا لهم إن ما في فائدة من علاجهم، بالعكس مع المواظبة على العلاج ودعم هذا الفريق، في مرضى الحمد لله وايد تحسنت حالتهم، في مرضى تزوجوا، في مرضى كملوا دراستهم، في مرضى اشتغلوا والحمد لله. الحمد لله. يعني وايد ناجحة الحمد لله. الحمد لله. البرامج العلاجية دكتورة التي يقدمها الأطباء النفسيين للمرضى في مستشفى راشد. أنت ذكرت مثل ما تعرفين، إحنا فريق نشتغل كفريق.
صح. الخطة العلاجية مو بس تعتمد على الدواء، احنا عندنا وايد أشياء تدخل في العلاج، الدعم النفسي، الدعم الأسري، مع بالإضافة للدواء. يعني في برامج معينة أنتم تعتمدون عليها؟ يعني أحيانا الفرضا المريض أول ما يجي المستشفى يسجل أو محول أو يعني يتابع عندكم في المستشفى بداية، بداية يشوف الدكتور أو يشوف المعالج النفسي، على أي أساس يتحدد هالشيء؟ أهم شيء أول شيء التشخيص طبعا. أيوة، ثم تعرف لازم أول شيء الحالة تتشخص وتعمل لها بعض الفحوصات المبدئية. أيوة، بعد ما لما يتشخص على يعتمد على كل حالة شو العلاج المناسب لها. في بعض الناس ما تحتاج حتى تأخذ دواء، يعني صح، مجرد هاي الاستشارة وخلاص. في بعض الناس تحتاج تقييمات زيادة يعني أساس يتم تشخيص الحالة. بعد ما تتشخص الحالة بعدين بناء على التشخيص يبتدي خطة العلاج اللي هي تكون كدوائية أو الخطة الثانية دوائية، ومع الاستشارات النفسية والدعم الأسري أكيد طبعا، لأن يلعب دور كبير، خاصة لأن أكيد في ناس أكيد. وايد تحس بتخوف دكتورة من من صح. الأدوية، هذا وايد نواجهه، يعني وايد نواجهه في الطب النفسي، لأن في مفاهيم خاطئة طبعا حول العلاج النفسي والطب النفسي. كل واحد يطب نفسه يعني كأنه واحد مجنون، وهذا يعني شيء غلط يعني. صح، وفي ناس وايد تتخوف من أول ما نقولها نحن كأطباء أسرة، يعني يمكن أول وحدة أشوف المريض مرات إلا إذا كان رايح الطوارئ، أول ما أبتدي أتكلم في ناس تتقبل وبالعكس تقول لك حولني على أخصائي نفسي أو طبيب نفسي، في ناس تماما يعني أكيد مثل اللي أكيد. تتخوف من فكرة أني أتحول لهذا لهذا التخصص. مثل ما تفضلتي هذا يعني دور الوعي، نشر الوعي، ثقافة، وتصحيح المفاهيم. دكتور كل ينضم تحت الخدمات يعني نقدمها بعد. الحمد لله. دكتورة بالنسبة للتخصص عندكم من أي سن تقبلون؟ يعني من أي سن يكون زيارات؟ الأطفال، من الأطفال لين كبار السن. الأطفال عندنا فريق مختص لهذا الطب النفسي عند الأطفال. للطب النفسي عند الأطفال سن معين؟ أيوة. يعني أنتم تبتدون تقبلون منه؟ تقريبا 3 سنوات يعني. من 3 سنوات لي ما لاني يعني 3 سنة هذا يكون طب الأطفال، طب النفسي للأطفال، ويكون في مستشفى راشد في نفس القسم عندكم. نعم. دكتورة في أنواع من المرضى يكونون مقاومين شوية للعلاج أو يعاندون بخصوص العلاج، فكيف يتعامل مع هالفئة من المرضى؟ ترى لازم نعرف شو سبب المقاومة. في ناس عندها مثل ما قلت لي تخوف، هذا شو يعني هذا العلاج، هل أنا بدمن عليه، هل بيضرني، هل آثار جانبية، في عندهم مفاهيم خاطئة عن العلاج نفسه. فهنا لا لازم نعرف شو السبب، ليش هو مقاوم العلاج. وفي ناس من يعني من الأعراض المرض نفسه إنه ما يطيع يأخذ العلاج، وهني تلعب دور هاي الخدمة هذا المجتمعية المنزلية اللي يروحون يعطون الدواء للمريض في البيت، يكون أسهل له، وحتى لو هو ما متقبل الدواء يأخذه أساس تتحسن حالته. أيوة. دكتورة ممكن تحدثينا أكثر عن قسم، عن بنفس القسم عندكم الأخصائيين النفسيين، شو دورهم في القسم كأخصائي نفسي؟ دورهم وايد كبير. نحن معظم الحالات النفسية مش خطيرة يعني، مثل ما حضرت القلق، الاكتئاب، هذا كلهم واعين، هالمرضى فاهمين شو عندهم. عندهم أيوة. نوع من الاسترس، مو بعرفين يتكيفون مع الحياة، عندهم أفكار خاطئة شوي، عندهم شوي يعني تصرفات ممكن تؤدي بهم للاسترس والاكتئاب. فهذول الأخصائيين النفسانيين يي دورهم هني يعالجونهم بالجلسات، تكون جلسات إرشادية نفسية، وتكون بالتعاون مع الطبيب النفسي، أو يكون لهم يعني ما يعني بعد حالات معينة تتحول الطبيب النفسي، وفي حالات بس الأخصائي النفسي يعني يختص فيها أنه يتابعها. إذا الحالة يعني بسيطة، مش وايد معقدة تحتاج للدواء، نحولهم على الأخصائيين النفسيين، بس هذا يكون يعني هذا علاج المريض. ويكون في مرضى يعني يكون حالتهم مش صعبة وايد، نحن حتى نخيره يعني، هل أنت تحتاج تبي تأخذ دواء ولا بس تأخذ جلسات نفسية؟ خصوصاً أن الجلسات النفسية بس تأخذ وقت يعني. صح أكيد. يعني يأخذ فترة أسرع إنه يشتغل خلال 2-4 أسابيع المريض يتحسن.
ففي هالحالات نقدر نحن نخير المريض يعني. وبالنسبة بس دكتور، أكيد حتى في الحالات اللي بتاخذ دواء نحن نفضل نحولهم على هذا، على الأخصائي النفسي على الأخصائي كذلك، النفسي يعني. لأن علاجكم يكون يعني مثل نسميها متكامل، يعني متكامل أو مالتي أيوة. ديسبلينري، يعني أيوة. الاثنين يلعبون دور، سواء الأدوية أكيد. وسواء العلاج النفسي. أيوة أكيد. بالنسبة دكتورة، بالنسبة للطب النفسي عندكم في مستشفى راشد، عندكم في مرضى داخليين وفي مرضى أيوة. يكون في الخارجية. العيادات الخارجية. بالنسبة بالنسبة للزيارات المنزلية وكذلك الزيارات المنزلية المجتمعية، كيف الناس تقدر يعني يتواصلون وياكم بخصوص زيارات المجتمعية؟ يعني أنتوا تحددون منو المرضى؟ في معايير معينة لهالخدمة، في معايير معينة يتم اختيار يعني أساس نحول على هالخدمة، أن المريض يكون مثلا يعاني من مرض نفسي مزمن، أيوة، وفي دلائل أنه ما يأخذ الدواء. في أمراض معينة تكون ولا جميع الأمراض النفسية؟ لا لا، في أمراض معينة مزمنة تكون اللي هي تختارونها عشان هذا الشيء، الفصام، الدهان، الفصام الوجداني، في يعني في أمراض مزمنة المرضى معظمهم ما يأخذون دواء، فيحتاجون لهذه الخدمة. هاي الفئة من المرضى يعني. الأهل يقدرون يجون يطلبون هذه الخدمة مثل الخدمات الزيارة. لازم نأخذ موافقة الأهل على أساس الخدمة هاي تتقدم للمريض. ممتاز. وتقدمونها لأي سن؟ يعني لسنوات معينة، يعني لسن معين؟ من 18 إلى 65. من 18 إلى 65. الزيارة أيوة. تكون كل فترة كم؟ يعني كل شهر أو كل أسبوعين زيارة للمريض؟ هو يعتمد على نوع العلاج اللي يأخذ المريض. وعلى أساس مثل خصوصا معظم هذه المرضى احنا بادينهم على أدوية، على إبر قصدي، يعني تكون كعلاج طويلة المدى يعني، لأن احنا نبغى نقلل العلاجات الدوائية عشان نضمن المريض ياخذ دواء نعطي إبرة، فيكون أسهل المدى. يعني أنتم تضمنون أن الدواء أوريدي المريض خذاه، أيوة. ما مثل حبوب والمريض ما يستمر ياخذها. فعندنا مرضى كل أسبوعين يأخذون إبرة، في مرضى عندنا كل شهر، والحمد لله حين توفرت الإبرة كل 3 شهور. الحمد لله. فهذا بيعطينا يعني مجال نأخذ مرضى أكثر. صح. وحتى يعني ثبوت المرض أو أن عدم يعني تأزمه أو أن تهيجانه تم فترة طويلة، خاصة بالنسبة للمريض، خاصة الناس يعني أعداد كبيرة منهم أكيد تشتغل أو تدرس، فهالشيء كله يأثر عليهم. أكيد ويكون هو مبحث أصلاً بنفسه أو أنه مبحث أو قادر يتحكم بنفسه في هالناحية. نحن دائماً نقول، نحن دائماً في الطب النفسي نحن مش بس بنسيطر على الأعراض، نحن بجودة حياة المريض. نحن المريض يرجع يكون يعني منتج، يستمتع بحياته، يسوي شيء يعني، مو بس أنه مجرد أعالج أعراضه وخلاص. أكيد. أي مريض يعني، أي مريض كان. والجميل دكتورة أن فئات كثيرة تكون في الخدمة المجتمعية، يعني مو بس طبيب أو ممرض اللي يطلع، يعني حتى ذكرتي الأخصائية الاجتماعية. هي وايد لها دور كبير في الخدمة هاي، تساند الأهل، تعلمهم كيف يتعاملون مع المريض، تراعي النواحي المالية مالهم، وين يصرف المريض. ممتاز. كل هالأمور يعني هي تتولى هالأشياء، تساعدهم كيف توجههم. ممتاز دكتورة، بس عندنا مداخلة. تفضلي. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام، حياك الله اخويا عزيزة، الله يسلم. من وياي؟ عرفني على نفسك. ابو حمد. ابو حمد وياي. ابو حمد، الله يجزيكم خير على طرح الموضوع اليوم اللي دكتورة، اللي هي قضية عدم وعي الاهل بوجود مشكلة عندهم في افراد الاسرة. صح. قد تكون يعني هي حالة نفسية بسيطة، ما في مثلا العلم بهذا الشيء. انا اتمنى، وهذا واحد قضيه مثلا اليوم ما شاء الله مستشفيات هيئه الصحه ووزاره الصحه ما شاء الله يعني متوزعه جغرافيا بشكل كبير، الحمد لله. البروشورات اللي تطمن الشخص مثل ما ذكرت الدكتوره، قضيه الخوف من موضوع طبيب نفسي، صح، انها مرتبطه بالجنون، هذا واحد. فاتمنى مثلا تكون في بروشورات لطيفة مثلا تكون في العيادات للتثقيف الصحي، تذكر بعض الحالات مثلا أو بعض الملاحظات، وكذلك تكون في العيادات هذه جغرافيا توزع زيارة طبيب نفسي أسبوعيا لهذه الحالات البسيطة.
يعني قد تكون للطفل من والدته ممكن تاخذه. يعني بالنسبه للمر يعني المستشفى راشد يمكن تكون هناك حالات صعبه وقد تترك يعني انطباع عند الطفل او عند الشخص يعني خوف ورهبه ويشوف حالات وكذا. فمثلا ليش ما تكون هناك مثلا عياده نفسيه مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين في مركز طبي، بحيث انه يعني ممكن يكون يعني من خلاله زياره عاديه لطبيب عادي، ممكن ان تكون هناك يعني الحاله هذه ممكن يعني حلها هناك بجلسه جلسه. ابو حمد، هي موجوده العيادات في مركزين صحيين عندنا موجودين في العالم ان تكون يعني ما شاء الله اليوم دبي يعني ما شاء الله وان شاء الله بتتوسع هذه الخدمه قريبا ان شاء الله. ليش؟ لان في بعض المناطق يعني الوصول قد تكون في معاناه للشخص او لاسرته صح تكون بعيده، فمثلا هي زياره تكون بتنسيق معينه بجداول معينه. بعدين اتمنى كذلك ان هناك يكون كذلك التواصل مع المدارس الخاصه، قضيه الاخصائي الاجتماعي يعني المدارس الحكوميه تقريبا بعد فيها ضعف، والمدارس الخاصه يعني اكثر ما مهتمين بها الناحيه بسبب التوفير المادي. اشتراط وجود الاخصائي الاجتماعي ممكن يكون يعني تطويره بامور نفسيه ان شاء الله، لان قد لا ما يلاحظ الاهل لكن ممكن هذا من خلال اختصاص وتخصصه يلاحظونه يوجه للاهل ويتعاون وياهم في اخراج هذه الحاله في البدايه في المدارس. خلاص ان شاء الله بنطرح النقاط مع دكتوره خوله. شكرا ابو حمد، شكرا لك على مداخلتك. الدكتوره خوله، هلا هلا دكتورة. ذكر أبو حمد ثلاث نقاط اللي هي البروشورات للتثقيف الصحي، لأن صح في ناس وايد ما تكون عارفة وتتخوف، يعني خاصة إذا طلع في عيالهم أي شيء لاحظوه غريب فتتخوف أصلا تودي عيالها من البداية. شو رأيك في هالموضوع؟ إحنا كل سنة يقوم القسم بحملة توعية نفسية ممتاز تهدف للمدارس الدوائر الحكومية المراكز، فموجودة هالبروشورات يعني ممتاز. وحتى التواصل ما قلتي في توعيات معينة، فهالتواصل كذلك للمدارس موجود صح. بخصوص زيارة بخصوص الأطباء النفسيين في العيادات الخارجية نفس ما ذكرت حضرتك موجود الحين في مركز الصفا ومركز المنجر مرة في الشهر، وإن شاء الله مع الوقت تبتدي هاي الخدمات تتوسع إن شاء الله. دكتورة خولة، بس كلمة أخيرة توجهينها المستمعين الكرام على نهاية الفقرة هذه. إن شاء الله المجتمع دائما يكون صحي وسعيد في نفس الوقت. إن شاء الله إن شاء الله دوركم كبير ويخوفوا من الأمراض النفسية ويعطيكم ألف عافية على الدور الكبير اللي هو العلاجي التثقيفي والوقائي كذلك، وحتى خدمتكم اللي هي الخدمة المجتمعية صراحة لها دور كبير ما بس للمريض حتى للمجتمع عموما. دكتورة خولة أحمد المير، استشاري الأمراض النفسية بمستشفى راشد، شكرا لك. العفو، مع السلامة. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرنا لكم في هاي الفقرة، في ناس وايد صح تتخوف من الطب النفسي أو العلاج النفسي لشيئين، يا أنها ما متقبلة أن عندها هذا المرض، يا أنها متخوفة من الأدوية أو من طرق العلاج. في ناس ما ذكرت دكتورة خولة كذا طريقة للعلاج ما بس بالأدوية، مع أن الأدوية كذلك مهمة لناس معينة، فيعني هالأدوية يعني تغير حياتهم من حياة لحياة، يعني نشوفه حتى بعيوننا شو قد تغير الشخص. في حتى الأخصائي النفسي اللي يتبع وياك خطة علاجية بتطويرية، يعني step by step، يعني درجة درجة لين ما تتغير هاي الصفات المعينة في الشخص إذا كانت مرضية. وصلنا وياكم اليوم نهاية برنامجنا، استمتعوا بالجو بعد شكله حلو، إن شاء الله يستمروا ويانا بهالطريقة. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، في الإخراج عيسى سبيل، مشكورين جميعا يعطيكم العافية، ومحدثتكم دكتورة عاش البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.